أهلاً. علاقة التقمص طرحها فرويد بالقرن 19، وهذه العلاقة تكون أن الإنسان يكون عنده إعجاب شديد بشخص معين في حياته، ويقوم يحاول قد ما يقدر أنه هو يتقمص شخصيته، بمعنى أنه هو يقلده بكل الأشياء اللي هو يسويهم، لأنه هو شديد الإعجاب فيه يعيد ويسوي نفس الحركات اللي هذا الشخص قاعد يسويها. يحس بالفخر، يحس باللذة، يحس بشيء يعطيه متعة أن هذا الشخص من كثر ما هو معجب فيه يسوي نفسه. لقينا وايد ناس فعلياً يلاحظون أن يسوون علاقة التقمص بقصد أو بغير قصد. وايد أبناء يقلدون آبائهم، تلاقي دايماً الابن عنده الصورة مالت الأب دايماً يكون فيها تقديس، دايماً فيها احترام، دايماً يكون فيها يعني إعجاب كبير، دايماً الولد يشوف أبوه بإعجاب كبير، ودايماً كذلك البنت تشوف والدتها بإعجاب كبير. وساعات تلاقيهم بدون ما يحسون يتقمصون دور الأم أو دور الأب بحياتهم وهم مو حاسين، أو ساعات يكونون حاسين لكن هذا التقمص يحسسهم أن هم أفضل صورة من أنفسهم. تكلم عن فرويد عن التقمص وعن التماهي، وتكلم من زمان بالقرن 19 عن فوائده وعن أضراره. هو صح بالفعل ساعات لما الواحد يكون عنده شخصية ملهمة ويقوم يتابع هذه الشخصية، سواء من أسرته أو سواء أحد يكون مشهور أو يكون عالم ويبتدي يسوي نفس تصرفاته، بالعكس هذا شيء زين إذا هو قاعد ياخذ المزايا الحلوة بالشخصية اللي هو قاعد يتقمصها، فهذا نسميه التقمص الإيجابي. التقمص الإيجابي أني أنا أقلد الشخص اللي فيه مميزات مختلفة عني، فيه مميزات أني أنا لو تبنيتها في حياتي راح تطور حياتي إلى الأفضل. مثلا إنسان يحب، فرضا ولد يحب لاعب كرة معين، فيبتدي يلعب رياضة باستمرار، يلعب كرة باستمرار، طبعا هذا لا فايدة على جسمه وعلى قوته البدنية. الولد اللي دائما مثلا يقلد أبوه، وأبوه مثال للقوة، للذكاء، للأشياء وايد حلوة هو يسويها، هذا تقمص إيجابي. بالعكس الولد راح يستفيد من خصائص الإيجابية اللي أبوه قاعد يسويها، وهو راح يطور نفسه إلى الأحسن. كذلك البنت اللي تشوف أمها إن هي مقدسة وأمها مختلفة وأمها كل شيء تسويه حلو، إذا كانت الأم بالفعل شخصيتها مميزة وفيها صفات حلوة، حلو إذا هي مثلا شاطرة، تحب الدراسة، تهتم بنفسها، عندها ثقة بنفسها، حلو أن البنت تقلدها، هذا كذلك نسميه التقمص الإيجابي. لكن في نقطة حابة ألفت نظركم عليها اللي هي التقمص السلبي، مثل شخص مر بتجربة سلبية من كثر ما سببت له ألم يقوم ينقلها إلى الأفراد الأسرة الثانين أو الناس اللي دار مدارة بغير قصد. أعطيكم مثال على هذا، مثلاً في ولد تعرض طول عمره وهو صغير حق الضرب من والده، والده كانت دايماً طريقة العقاب مالته أنه هو يضربه. كبر الولد وتزوج وصار عنده هو كذلك عيال، الحين هو التجربة اللي مر فيها تجربة وايد مؤلمة، والتجربة سببت له الألم الجسدي، قللت ثقته بنفسه، قللت تطور ذاته، صار دائما خايف، صار ما عنده تقدير حق جسده لأن أبوه استباح جسده وتعرضه للعنف وضرب هذا الطفل. لما صار هو ريال وصار عنده أسرته وصار عنده كل هذه الأشياء، بدال لا يستفيد من مرارة تجربته وبدال لا يستفيد أنه هو بتجربة صعبة، بالعكس هو شو يسوي؟ يقوم يعيد نفس التجربة، يجي لولده مسوي خطأ معين، تلاقيه أنه هو يضرب الولد، يعنف الولد ويكرر عليه التقمص السلبي. انتبهوا دائما أن أنتوا شنو التجارب المؤلمة اللي مريتوها في حياتكم، حاولوا قد ما تقدرون ما تنقلونها حق أبنائكم أو أصحابكم أو مجتمعكم أو أسرتكم، لأن في فرق كبير بين التقمص الإيجابي اللي يفيدكم والتقمص السلبي اللي ما يفيدكم. دائما الشيء اللي نتألم منه أرجوكم لا تكررونه حق أبنائكم. إذا تعرضت للضرب لا تعرضهم للضرب، إذا تعرضت للتعنيف لا تعرضهم للتعنيف، إذا تعرضت للعنف اللفظي حتى بالكلام لا
تعرض أبنائك، احميهم من تجربتك ولا تنقلهم حقك. إن شاء الله تكونون استمتعتوا في قصة التقمص، وإن شاء الله كلكم تكونون في التقمص الإيجابي وليس التقمص السلبي. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج ومن خبرتي. اليوم نتكلم عن التطوع. العمل التطوعي هو تجديد الروح والنفس، وخير الناس أنفعهم للناس. العطاء والأعمال التطوعية تسقل شخصية الإنسان وتطور من مهاراته ويخليه يتكون علاقات واسعة مع الناس. هذه بعض فوائد العمل التطوعي. لو سألت أي واحد يحب مجال العمل التطوعي راح يقول لك شنو الفوائد والمزايا اللي استفاد منها من خلال هذه الخدمة المجتمعية، منها مساعدة الناس، ومنها أيضا تكوين علاقات، وأيضا مشاركته في الأعمال والخدمات المجتمعية. هذه الأمور تخليه يحب العمل التطوعي، ما يقدر يتركه. فهذه بعض مميزات العمل التطوعي. العطاء يسعد الإنسان، والعطاء والعمل التطوعي يؤثر على نفسية المتطوع، يخليه كأنه قاعد في له تأثير شفائي وعلاجي وراحة من خلال الأعمال التطوعية. هذا العمل التطوعي أبواب وطرق كثيرة، ما هي محصورة فقط في مجال أو مجالين. الناس كلها من تقول عمل تطوعي على طول يفكرون في المساعدات الغذائية أو مساعدة في الأموال. لا، طرق كثيرة، من خلال التدريس، من خلال التعليم، وأيضا التطبيب والعلاج وتنظيم الفعاليات الخيرية. هذه الأمور تخلي الواحد يقدر يعني يفكر في أي عمل، في أي طريقة أن يشارك في الخدمة المجتمعية. وأقلها التبرع بالدم. تخيل أن أنت تبرعت بدمك، فأنت قاعد تنقذ حياة وناس أنت ما تعرفهم. تخيل أنت تبرعت بهذا الكيس أو الكيسين عند بنك الدم، من خلال تبرعك في الدم الدوري أنت قاعد تنقذ ناس محتاجة إلى هذا الدم. فهذه عبارة عن أجر وفائدة ومثوبة من الله سبحانه وتعالى، وأنت قاعد تستفيد، قاعد تنشط دورتك الدموية، وأنت قاعد تستفيد من خلال هذه الأعمال التطوعية. وأقلها ذكرناها التبرع بالدم. لا نفكر إحنا دائما في الأعمال التطوعية والمساعدات فقط في الناحية المادية، حتى من الناحية المعنوية. أنت لما تساعد واحد وتشجعه وتبتسم له وتحمسه، أنت إيش قاعد تسوي له؟ قاعد تعطيه دفعة معنوية، وقاعد ترفع من روحه المعنوية، كلها بسبب هذه الكلمة، التشجيع والتحفيز الآخرين والابتسامة. هذه عبارة عن عطاء لا محدود، ما ينقص منك شيء. ترى السعادة مثل الشمعة، الشمعة لو تشعل فيها 100 شمعة ثانية ما راح ينقص من نورها شيء. ونفس الشيء السعادة، ونفس الشيء العطاء. العطاء أنت لما تعطي واحد ما ينقص منك شيء. في وايد أطباء عندهم وقت زايد، فايش يسوي؟ يروح يعالج المرضى الفقارة اللي ما عندهم إمكانيات مادية، فيعالج من وقته ومن خبرته. في ناس ثانية لا، عندها في الجانب خبرة تجربة، فهو ايش قاعد يسوي؟ يعطيهم من خبرته وتجربته في الحياة للشباب والشابات. فالخدمة المجتمعية على فكرة ترى ما هي محصورة عند فئة معينة، ترى حتى المتقاعدين والمسنين يقدرون يشاركون في الخدمات المجتمعية الواسعة والكثيرة. ما هي يعني فقط محصورة في عند فئة معينة من الشباب، لا، تقدر تشارك وأنت قاعد تسوي تنمية مستدامة لدولتك ولعطائك. هذا اللي تشوفه في نظرك بسيط، ولكن عند الغير ترى كبير. احنا دائما في العاده نشوف ترى في امور بسيطه وعاديه بالنسبه لنا، ولكن عند الغير ترى كبيره وجميله وعظيمه. فلا نقلل من قيمه اي شيء بالنسبه لنا. اعطيتهم معلومه، اعطيتهم خبره، حتى لو مبلغ مالي بسيط،
فأنت قاعد تعطيهم وتساعد الدول الفقيرة والدول الأقل حظا في العالم، قاعد تساعدهم بإمكانياتك، كانت من ناحية المادية، المعنوية، الملابس، الإغاثة، كل هذه الأمور تشارك فيها الدول النامية. وهذه الأمور البسيطة أنت راح تترك أثر كبير وبصمة عند الناس، يمكن أنت ما تعرفهم ولكن يوم الأيام راح يعرفونك. كل هذا بسبب العطاء والخدمة المجتمعية في الناس والقرى الأقل حظا. هذه كانت حلقتنا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، مع السلامة.